مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. أكثر لعبة انتشارا وشعبية في العالم هي لعبة كرة القدم. تأتي فكرة هذه اللعبة على شكل تحقيق أهداف ونقاط على فريق الخصم، وهذا يأتي من خلال اختيار اللاعبين الجيدين وتوزيعهم بشكل صحيح. وفكرة تحقيق الأهداف والنقاط لا تقتصر على الرياضة فقط، ولكن أيضا يعمل بها في السياسة وفي الاقتصاد وفي غيرها. وفي بلادنا كثير من الفرق يوجد لديهم لاعبين، فمثلا الحوثي لديه فريق من ضمنهم هؤلاء الاثنين اللاعبين. أرحب بضيوفي محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية، معنا من مدينة الحديدة عبر الستلايت، ومن العاصمة الأردنية عمان معنا علي البخيتي، كاتب وسياسي يمني. طبعا هؤلاء اللاعبين أخوة ومن بيت واحد ويلعبوا في فريق واحد سنوات، وهم بيدافعوا عن الحوثي وكل ما يقوم به ويهاجموا خصومه ويبرروا كل أفعاله ابتداء من حرب دماج حتى وصلوا صنعاء. أنا أسألك، أنتم كحوثيين ما الذي تريدونه من قتال السلفيين؟ أولا أن يتوقف التواجد المسلح الأجنبي في الجبال المحيطة بدماج. ما حصل اليوم هو نتيجة لاستهداف المتظاهرين سلميين كانوا في طريقهم إلى عمران للتظاهر السلمي هناك، كما حصل الأسبوع الماضي، وتم الاعتداء عليهم من قبل ميليشيات الإخوان المسلمين. ما حول مدينة صنعاء هي مخيمات اعتصام لا دخل لها بالمعارك السابقة. أخي الكريم، لو كانت الأغراض عسكرية وأمنية من وجود هذه المخيمات لما تم تجميع عشرات الآلاف من الناس داخل خيم. أن الحوثيين فرضوا الأمر الواقع وهذا غير صحيح. ما حصل هو ببساطة انتفاضة شعبية. لماذا لا نسمي الأمور بمسمياتها؟ انتفاضة شعبية بدعم من الحوثيين. وهكذا كل ما كان الحوثي يسقط مدينة يتصلوا العيال البخيتي، يلا وقتكم، يلا اطلعوا برروا، يلا. واحد يقول هذا دفاع على النفس، وهذا من أجل مكافحة الفساد، وهذا من أجل القوة التقليدية، نكافح القوة التقليدية، وهذا هي ثورة شعبية، وهؤلاء القبائل بينهم. وكل مدينة كان يجيبوا له أعذار ومبررات، وإذا يعني ازدنقوا وحنبوا ما حصلش مبرر، هذا من أجل فلسطين. طبعا نحن كشعب يمني علينا أن ندرك أننا معنيين بتحرير فلسطين أكثر من غيرنا من الشعوب العربية والإسلامية، حتى من دول الطوق التي حول فلسطين. أيوة، المعنيين الوحيدين بتحرير فلسطين، ولهذا العالم الإسلامي رجاء خلوكم على جنب الموضوع شخصي عائلي، لا تتخلوش معنيين بتحرير فلسطين، هم بس الآن يتخلصوا من الشعب اليمني وعشان بيشتت انتباههم عن القضية الأم. أول ما يصفوا الشعب اليمني ويتأكدوا خلاص إنه مات وقد دفنوا، خلاص بيتحركوا إلى فلسطين، حتى عندما نهبوا مؤسسة الأقصى في صنعاء من أجله، من أجل فلسطين. هي كانت عائق، ولهذا يخلصوا على الشعب اليمني يتحركوا بعدها مباشرة لتحرير فلسطين. والله أقول لكم ما في داعي حتى لتحرير فلسطين، ما يضر اليهود ولا تطير فلسطين، أهم شيء ضمنتوا إن العائق أمامكم قد راح، ما عاد فيش ولا يمني بخير. أنا أقول لك، طيب أنا ممكن اقترح، ليش ما مثلا نتحاور وسط الكعبة؟ أيوة صح، فكرة حلوة، وسط الكعبة. ليش إلا وسط الكعبة؟ موضوع فلسطين والأقصى اتشلدوا خلاص الآن وسط الكعبة؟ أيوة، وليش إلا وسط الكعبة يعني؟ تحاورنا في موفنبيك، أو قصدك الحوار في مكة محسوب بمئة ألف حوار. ليش إلا وسط الكعبة؟ تشتي تعتمر؟ خلا تكلم الناس يخرجوا لك فيزا وروح اعتمر، بدل التقفز والحروب والمشاكل. المهم ظلوا هكذا الكعبة الأقصى الجرعة حتى وصلوا صنعاء والتفوا حول البنك وانقضوا عليه. نعم، بعد ثورة 21 سبتمبر اضطرينا ان احنا نتواجد خصوصا حول المؤسسات الحساسة كالبنك المركزي وبعض المؤسسات الحساسة وتدخلنا فيها. اتجهوا للبنك المركزي، خلاص تركوا القضية المركزية واتجهوا نحو الخزينة المركزية الذي منها فائدة. بعدها سيطروا على صنعاء بالكامل ولهفوا كل شيء، وبعد أن سيطروا على كل شيء وأصبحت كل مفاصل الدولة بأيديهم، قرر المدرب أن يغير خطة اللعب ويغير في التكتيك. قالوا له كيف؟ قال ليش يبقوا كل اللاعبين حقنا في خط الدفاع، ننتقل إلى خط الهجوم بما أننا في الشوط الثاني وخلاص أصبح كل شيء بأيدينا، الثروات والوزارات والمؤسسات والمعسكرات، ننتقل إلى الشوط الثاني بخطة جديدة. قالوا كيف؟ قال نختار من اللاعبين حقنا المحترفين المتلونين الذي هم بكل يوم بوجه وما يأثرش فيهم أي حاجة ويقدروا يراوغوا وعندهم حركات، وننقلهم إلى ملعب الخصم قريب من المرمى بحيث أنهم يقدروا يهتفوا بسهولة ويحققوا لنا أهداف بالراحة، إحنا نكون نباصي ويهتف.
أيوة. طيب من تختار؟ قال نختار لكم مثلا هذا، هذا يشير يلعب في ملعب الخصم قريب، واحد يكسره، واحد يعرقله، واحد يتهفه ويحقق لنا أهداف بسهولة. قالوا أيوة، بس هذا معروف أنه بيلعب في فريقنا. قال مش مشكلة، الأمر سهل جدا. قالوا كيف؟ قال يطلع لهم كلمتين يعمل اعتذار، شعبنا طيب يسامح بسرعة. أنا ملزم اليوم أمام المشاهدين وأمام المواطنين اليمنيين بتوجيه اعتذار عن كل حرف وعن كل كلمة قلتها وكل حرف كتبته وكل مقال ذكرت فيه دفاعا عن الحوثيين بناء على معلومات مغلوطة. شفتم على سهولة وبساطة؟ أقل من نص دقيقة، ما تكلفش 20 كلمة، مسيرة سنوات من الكذب والخداع والتضليل والتحريض راح في نص دقيقة. طيب والناس اللي قتلوا ودمرت بيوتهم مساكنهم، والذي شردوا والذي يتموا وترملت نسائهم وقطعت أرزاقهم بسبب الكذب والتحريض وخداع الناس، كيف؟ أحمد والله ما عاد اشتغل كذا، قال آسف ما عاد اشتغل كذا، اعتذر. أيوة. ومن وقتها بدأ اللاعب في مسيرة الاحتراف. قالوا كيف بتلعب؟ كيف التكتيك؟ قال والله شوف، أنا ما بدافعش على فريقي، بس أيضا ما بنضمش للفريق الثاني، وأكون أقول للعالم إنه والله أقل شيء كلهم سواء سواء، بس عاد فريقي الأول أحسن شوية. الحركة تنتصر صحيح، ولا زالت إلى اليوم تحقق انتصارات لسبب بسيط، أن لها قيادة موحدة وأن لها مشروع. الأطراف الأخرى للأسف الشديد هي تملك الأغلبية وتملك إمكانات كبيرة، لكن للأسف لا تملك مشروع وطني ولا تملك قيادة يحترمها الشعب. شفتم على لعيب حريف؟ شفتم على حركات بيعمل؟ أنا محايد، أنا مش مع هؤلاء الفريق، بس صراحة بنتصروا معهم قيادة موحدة، بس هؤلاء ولا بنتصروا، وهذا قيادتهم أي كلام، مع أنه مغلبية بس هؤلاء بنتصروا. لعيب لعيب، حركة بيعمل حركة، هذا تسمى حركة المقص، هذا حركة المقص، هذا عملها ميسي قبل 3 سنوات واداله كارت أحمر، هذا ما زال مقص هذا. فعلا نحن أمام شرعية للأسف فاشلة وفاسدة، ولم تستطيع أن تدير المناطق التي تحت سيطرتها. وأنا متفق مع محمد في جزئية أن المناطق التي تحت سيطرة الشرعية فيها فشل أكثر بكثير من المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين. ما شاء الله، شفتوا الحركة؟ طبيعي تتفق مع أخوك، إيش الجديد؟ فالأول والآخر وأخوك كنتم لاعبين في فريق واحد، وكنتوا تريضوا وتقوموا الصباح تعملوا إحماء، سيدي ومولاي عبد الملك نعادي من عدا، فريق واحد كنتم. أذكرك بعض التمارين اللي كنت أديها. أنصار الله ليسوا في الزيدية وليسوا في الشافعية، أنصار الله هو أنصار الحق، الله هو الحق، هو العدل، هو الصدق، هو الأمانة، من كان مؤمن بهذه القيم فهو من أنصار الله، طالما أنت من أنصار الله فأنت من أنصار الحق. شفت على لياقة قرآنية؟ طبيعي تتفق أنت وأخوك، أنتم فريق واحد ونسيت. وهكذا مستمر بهذا التكتيك وبهذا اللعب بحسب توجيهات المدرب، طبعا يعمل 3-4 كلمات هجوم للحوثيين والباقي حركة المقص. تشوفه يحاول يبين للناس انه الوضع ملتبس يا جماعة، ومش لا انقلاب ولا، بس يا اخي هي كلها جماعات دينية بيتصارعوا، خلوا الوضع على ما هم، ما فيش حل. بالتالي نحن امام وضع ملتبس ومعقد جدا، وصراع متداخل بين مجموعات دينية تلبس بعضها البدلة الرسمية. بس كلهم جماعات دينية، ولو هؤلاء رسمي بس جماعات دينية يا اخي، ايش نعمل لكم؟ ملتبس. المطلوب عفو عام على من في الرياض الذين لا يمتلكون أي شيء على الأرض. الحوثيين اليوم هم دولة، هم سلطة أمر واقع، مع أني أقول أن ما قاموا به هو انقلاب على شرعية كان معترف بها من المجتمع الدولي، لكن هذا أمر واقع. المطلوب اليوم من الحوثيين أن يعفوا عن هذه الأطراف التي في الرياض على ما ارتكبوه من خيانة وطنية. وهكذا مستمر في تأدية دورها الذي رسم له بحسب توجيهات المدرب، إلى درجة أن بعض القنوات أصبحت تستضيف الاثنين الأخوة على أساس انهم اطراف مختلفة ومتصارعة وكل واحد يمثل طرف، مع ان هذا لا انضم للشرعية ولا بيأيدها ولا اعترف بها، و90% من شغله تشويه لها ولمكوناتها، بس خلاص اصبح يستضافوا على اساس انهم اطراف مختلفة وكل واحد طرف لحاله، مع ان 80% من حديثهم يصب في هدف واحد ومتفقين في كثير من الآراء، وأصبحوا يصوروا للناس أن الخلاف فقط خلاف عائلي أسري بين بخيتي وأخو فترة واحتل.
هذا ما أطرحه على ضيفي من صنعاء الأستاذ محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية. أهلا وسهلا بحضرتك. وهنا في الاستوديو الكاتب السياسي اليمني الأستاذ علي البخيتي. أهلا وسهلا بحضرتك. إذن الأخوان البخيتي معي اليوم في هذا الحوار لنرى وجهات النظر إذا كانت متباينة ولا متفقة. متفقين لا تقلقش عليهم متفقين، بس ضروري 20% يعني بهارات لزوم الشغل، كل واحد يلقط رزقه، لا تقلقش عليهم ولا شيء. والدليل الحوثيين لو تكتب عليهم منشور بس واحد السجن، كم يا ناس في سجونهم بسبب منشور ولا كلمة ولا كذا، والذي فجروا بيوتهم والذي اعتقلوهم والذي قتلوهم والذي شردوهم إلا هو أملاكه زي ما هي، ولا لمسوا حاجة والتكاكن حقه شغالة ولا لمسوا حاجة، ويروح للبنان لعند الجماعة أصحابهم ولا يمسكوا ولا اعتقلوا ولا أي حاجة، ولهذا اطمني لا تقلقيش عليهم. يعني علي البخيتي المعارض الشرس لجماعة الحوثيين فجأة لا يعتدى على منازله، وأنت لديك بيوت وعقارات وأصول في ذمار وفي صنعاء، لم تهجم جماعة الحوثيين على بيتك ولا على عقاراتك وأصولك، ولا استهدفت أحد أسرتك، وأخوك محمد لا يزال متحدث وناطق لجماعة الحوثيين، هذا توزيع أدوار أم ضحك على الدقون أم هو في الفعل هناك شيء نجهله نحن يا علي البخيتي؟ هل هو توزيع أدوار بينك وبين محمد أخوك، فهذا مع جماعة الحوثيين لأن مصلحتكم أن يبقى هناك، وأنت تذهب يعني حيثما استطعتم أن تجدوا بقرة حلوب وتبتعدون عن البقرة التي جف ضرعها، هل هذا هو المنطق؟ يا استاذ عارف لا تقطع رزق الرجال، هذا محترف وانت تعرف الاحتراف يحتاج تكاليف، ما فيش احتراف ببلاش، لا تقطع رزق الرجال، هذا ما يمدح واحد ولا يهاجمه الا بحسابه. علي البخيتي 4 سنوات وانت بتهاجم الرئيس عبد الرب منصور، هذه 4 سنوات من يوم ما طردك في مؤتمر الحوار، يوم قال لهم اطردوه اخرجوه وطلعوا برا، من ذاك اليوم انت بتهاجم الرئيس، وكل ما طلعت للرياض تطلب الغاء الرئيس، تحسب ان الرئيس قابل للابتزاز، ابتزاز اللي بتمارسه على الجميع، كل ما طلعت الرياض تقول لهم مش تلقى مع الرئيس، يرفض الرئيس يقابلك. ما شاء الله مع عبد ربه ومع الجميع يمارس الابتزاز، يمارس الابتزاز ما فيش احتراف بلاش، لازم يحاسبوه، اذا شفتوا يهاجم اي جهه او اي طرف او اي شخص هجوم واصل فتاكد انه بيقول له حاسبوني ولا ما بيسكت، حاسبه ولا بيشتغل ليل ونهار لو ما يرسلوا له مصروفه، جلس يهاجم السعوديه ليل ونهار. اخي الكريم، العدوان السعودي تجاوز كل الاخلاق، تجاوز كل القيم، لانه اولا لا شرعيه له. السعوديه هي المنبع الاساسي لتصدير الارهاب الى العالم. السعوديه بدات بالعدوان ولم يحصل أي قذيفة أو حتى رصاصة كلاشينكوف واحدة. ما لم تتألم السعودية وتنقل المعركة بشكل كثيف إلى الداخل السعودي وتشعر بحرج. ولما اتصلوا لها السعوديين وقالوا له تعال 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 ادعم الكبسها عشان تغير رأيك، الله كريم تعال. باعتقادي أن الأمير محمد بن سلمان أتى بالحقيقة وجابها على ما يقولوا على بلاطة، على بلاطة، وهذا هو الواقع، وهذا هو ليس موقفه، إنما موقف أغلب الأطراف اليمنية. وهكذا كان يعمل مع علي صالح من قبل، يبتزه ويهاجمه. رجل السلام هذا الذي تقوله عنه قتل في عهده أكثر مما قتل في عهد دولة إسرائيل من حين تكوينها إلى الآن، شرد مئات الآلاف من اليمنيين، علي عبد الله صالح سبب شرخا في النسيج الاجتماعي اليمني، علي عبد الله صالح بلاء حل على اليمن. لما يتصل له يقول له تعال يسكته ويرجع يمدحه، وهكذا يعمل مع علي محسن لما يقولوا له تعال، وهكذا مع الجميع شغال. كنت أعتقد أن محمد الربع لديه عقل يعني ناضج. تاه لحظة شوف ناضج أنا ولا ني؟ والله ما تشم مني ريا، والله لو تشحب لو تكتب مجلدات علي والله ما تشم مني فلس، لو تكتلب هكذا على راسك ورجلك فوق وتكتب مجلد من 50,000 صفحة حرام ما تشم مني ريا. يقول لي ناضج ولا مالكش دخل ولي، من اين اتي لك انا؟ انا لا تبتزني ولا انا عبد ربه ولا علي صالح، من فين اجيب لك انا؟ انا حانب حق المصورين، انا ناوي بعد البرنامج استخدم حقك الحركه هذا وافحط. شو يتكلم علي ناضج؟ خليني ني طول عمري ارجع اشقى عليه. وعاد المضحك ايضا ان شخص زي هذا يطلع يعمل للناس محاضرات
ودروس عن الوطنية وعن الجمهورية وعن القيم. تحدث دائما عن السلام وعن المحبة وعن الدعوة للتصالح مع الأديان الأخرى. لا علاقة لها بالوطن ولا علاقة لها بالجمهورية. المعارك الوطنية لها شروطها ولها زعاماتها ولها تنظيرها ولها مشروع. شوف أنا بدي لك طريقة توفر عليك، بدل ما تجلس تحاول تقنع الناس بوطنيتك ومدري أي، اقنع ابنك إنك إنسان وطني وكثر الله خيرك. ايش بنشتغل؟ ايش انا؟ مرتزق. كيف مرتزق هذا؟ عشان؟ احد يقول على ابويا ولدي مرتزق. ايش 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 معنى مرتزق؟ انت ايش معناها؟ ها؟ باع وطن. ايش؟ ايش ايش؟ باع وطن. باع وطن؟ كيف باع وطن؟ انا تبعي وطن. شوف اقنع ابنك وكثر الله خيرك، اما الناس كلها تعرفك. باقي نقطة أخرى، البعض يتساءل يا أخي إيش حكاية البخيتي هذا مع النسوان؟ لازم ما ينشر صوره إلا ومع النسوان. إذا ما تصورت معه قدو يقرب له عند أقرب مره، قدو يخرج له الشوارع يدورن، يقرب له عند أقرب واحدة ويشوف ويتصور معها. أهم شيء يطلع منها أي حاجة. إيش الحكاية؟ وعلى هذا الحالة يلاحق النسوان في الشوارع عشان يطلع أي حاجة منه، مع أن الناس بتسافر وتحصل النسوان في الشوارع والأماكن العامة، بس ما تزاحم الشيء كذا ولا تشتي تدور أنه يطلع النسوان جنبه. أيش الحكاية؟ الحكاية باختصار أنه لما يتصور لوحده وينشرها ما حد بيعلق ولا حد بيهتم به، فبيضطر أنه يلاحق النسوان عشان يطلع للرجل اللي ساق فاخذ وصادر أي حاجة عشان يطلع جنبه في الصورة، عشان الناس مش تعلق عليه عشان تعلق على اللحقة اللي جنبه. هذا كل ما في الحكاية. ومشكلة لما يكون الشخص ما قدرش يفرض احترامه بين الناس، يضطر ان يكون قيمته بس يقانا اللي جنبه. وهكذا بخيتي مع الحوثي وبخيتي مع من دفع، والشرعية شافتها. احنا بدون بخيتي ما فيش معانا، تشتون ندخل صنعاء احنا ما فيش معنا بخيتي؟ والله ما سبر. الان تجيبوا لنا بخيتي يا جماعه الان. وراحوا يجيبوا لهم بخيتي تبع الشرعيه. هذا خادم الوطن صالح بن عامر البخيتي يحييكم. والله يحييك وارحب ارحب. الحين انت المذيع او المكنس هذا او افتكرتك بتنظف وتمشي. عموما حياك الله يا اخي. طبعا هذا البخيتي حق الشرعيه، أول ما شافوها الناس افتكروا أنه هذا موديل، هذا جاي يعمل دعاية وإعلان لمحل مفروشات ومحل أقمشة. بيشوفوه مربط هكذا، شال هنا وشال هنا ومن هنا وشال من هنا، وجاكت ودجلة وثوب وجنبي وبيجامة حمولة قلب قلب. قدم قبل الحلقة يشدوا ويربطوا يومين يومين، وبعد الحلقة يومين يفكفكوا، يعني يتصلوا له معك حلقة يخرج من البيت لف الكل، الستائر والبطانيات والملايات والسفرة والكل، ويربطن هنا ويطلع يقدم، يعني مذيع مأثث مفروش جاهز وصل سكنه بس. ما شاء الله، هذا لو يقرح أخس من الإرباك لا يطيفر الذي في الاستوديو يكونهم. هلق يا رجل صلي على رسول الله، متحملها ولا كل هو دولة بدولة بشترين، بدل ما تجلس متحمل الأثث كل هذا معك. داري لو تعرف انك لو خرجت اليمن الان وانت بهذا الحموله لا يمسكوك في المنفذ، يقولوا هذا بيهرب اقمشه، هذا تاجر اقمشه. ارحم روحك صلي على رسول الله. طبعا هذا بدايته قالوا كان في اليمن يعالج بالقران من هؤلاء الذي بيقولون بيخرجوا جن، يمكن هذا راح يخرج جني من واحد ضبطوا هالجني لقناه الشرعيه، ولليوم 5 سنوات ما عاد رضاش يخرج من القناه، قد بيدوروا من يقرا على القناه عشان يخرجوا بس ما يخرج على الحمولة. هذا ما ركنكم شنو يخرجه إلا إذا هو بتجزئة، أما هكذا ما بيخرج. طبعا يطلع يقدم يوم يزومل جبل يسوف أعلان وجابه كل شامخ في اليمن، فك الرباط فك فك الرباط يا أخي، ريح على نفسك صلي على، خنقت نفسك وخنقت المشاهدين، ريح ريح الاستوديو وسع مالك مشدود،
رخي طبعا يوم يزومل ويوم يطلع يرقص. ويوم يلاحق المشاهدين بالعصا. الصميل يقولوا عندنا بالمثل الصميل الاخضر خرج من الجنه. ويوم يهتتهم بالطعن بالجنابي. حتى نغمدها في صدرك عاجلا ام اجلا، والله لن نتركك حتى نغمدها في صدرك. واذا ما حصل في موضوع يسحب القماش من عرضه ويطلب الله يبيعه على الهواء. هذه البيضاء. طبعا هذا من الاشخاص الذين يحرمون انتقاد ولي الامر او نصحه او انتقاد الشرعيه او ذكره باي شيء، لا يجوز. هذا ولي امر القائم بامر الله وبامر رسوله فينا، مهما كان جوره او قصوره فانه لا يجوز لنا اطلاقا ان نخرج عن طاعته او ان نعصيه. ومن معصيته ومن الخروج عليه الانتقاص منه او استهداف شخصيته او استهداف اداءه او استهداف شرعيته. لا يجوز الحديث عن ولي الامر مهما عمل ومهما سوى. طبعا هذا اليوم، اما قبل ما يضبطها الجن الى داخل القناش كان يقول حتى رئاسة الجمهورية وعلى رئيس الجمهورية الذي كان الذي دللهم في يوم من الايام، دللهم سنوات، اللي هو الرئيس عبد الرب منصور هادي، دللهم سنوات وجعل في فترة من الفترات لجنة رئاسية مستمرة تنقذ الحوثي في كل ورطة ومنها دماج، فكان ينقذهم في كل حرب وفي كل مكان. هيا كيف يا ولي الامر؟ مش كنت تقول لا يجوز انتقاده ولا يحق لأحد الحديث عنه ولا الاعتراض عليه ولا يا كيف؟ إذا احنا قلنا ارجع قد فقدناك، أما أنت قد خونته وطلعته متواطع وأنه هو الذي بينقذ الحوثيين وبيساعدهم يا ولي الأمر ملك. كيف؟ النكف النكف، أغيروا على أعراضكم ودمائكم ودماء شهدائكم إلى متارسكم، في أمان الله، النصر لكم بإذن الله. رجع وين رايح؟ تعي الناس يروح على الجبهات وانت راجع على الفندق؟ ما تروحش على الجبهات انت وايش؟ ايوه، وطبعا هذا الذي بيقول لكم روح على الجبهات وقاتلوا الحوثي ومدري ايش، اساله بس سؤال واحد، عيال معاه من بيقاتلوا؟ خاطركم. دم شحتك في الخط حولك الكل يشوفك، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط، كان المفروض ما تغلط. يلي 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 عاكس خط، يلي 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 عاكس خط، لو بقى عندك احساس لف وامشي مثل الناس، امشي وانت